ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور سيد علي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. أرحب بك دكتور إلى هذه النشرة، يعني ونحن نتحدث عن عيد العمال وعن الرسائل التي تضمنها خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي. بداية، المشروعات القومية التي كانت متوالية وما زالت بالطبع لها تأثير، بالطبع لم تكن لتصبح حقيقة لولا سواعد هؤلاء العمال، ولكن على الصعيد الآخر أيضا حدثنا عن تأثيرها على معدلات البطالة في مصر. مساء الخير يا فندم أستاذ إنجي، ومساء الخير على كل المشاهدين، وكل سنة وكل المصريين بخير وسلام. أهم حاجة تضمنها خطاب السيد الرئيس النهاردة إن بيقول إن الإخلاص والإتقان مهم، إن التطوير التكنولوجي والتأهيل التكنولوجي للأيدي العاملة مهم. احنا اكثر المتفائلين لم يكن يتوقع ان احنا نكون المصريين عندنا القدره ان احنا نبني كل المشاريع دي في خلال 6 أو 7 سنوات، لكن الحمد لله قدرنا. بفضل هذه الجهود المخلصه بقى الاقتصاد المصري ثاني اكبر اقتصاد عربي بعد الاقتصاد السعودي وقبل الاقتصاد الاماراتي. وعلى الرغم من التداعيات السلبيه لكورونا على مستوى العالم، الاقتصاد المصري الاقتصاد الوحيد اللي حقق نمو ايجابي حقيقي في السنه في 2020، فدي كانت مفاجاه للكثيرين. بالتاكيد ده مش هو ده بس اللي احنا بنطمح له، احنا بنتكلم على ايد عامله، بنتكلم على حوالي 30 مليون عامل، بنتكلم على معدلات بطاله تاثرت بفعل كورونا، وبالتالي مشروع او قوانين العمل او قانون العمل المصري الجديد الصادر العام الفائت هو قانون له تداعيات سياسيه واقتصاديه وعماليه او اجتماعيه، وبالتالي هو العمال بصفه عامه ابعادهم دايما بتبقى لها تداعيات على الجانب الاجتماعي والجانب السياسي. احنا مش بنفكر في العمال بشكل اقتصادي بحت، مش بنفكر فيهم بشكل ان هو يجذب الاستثمار بشكل وحيد، ولكن بنفكر في الابعاد الاجتماعيه لهم. الابعاد الاجتماعيه بالتاكيد الحمايه الاجتماعيه اللي بتقودها الدوله. في سياق الجانب الاجتماعي لهذه القضيه دكتور سيد، المنح والمبادرات التي توجهت بها الدوله في الفتره الاخيره تجاه العماله الغير منتظمه في ظل الظروف المترتبه على جائحه كورونا، كيف كان لها من تاثير معنوي او تاثير اجتماعي برايك؟ بالضبط يا فندم، هو التاثير المعنوي والاجتماعي، يعني خلينا نتفق ونبقى مخلصين وصادقين مع انفسنا، بالتاكيد الدوله مش هتقدر تغطي هذا الكم، ولكن لها تأثير معنوي كبير جدا ان الدولة موجودة، ان الدولة لا تتخلى عن المواطن المصري بغض النظر عن موقعه، ان الدولة داعمة ومستمرة في هذه الجهود مهما كلفها الامر من تكلفة مادية مباشرة. فاعتقد ان دي الرسالة المهمة، دي الرسالة اللي برضه اللي اكد عليها الرئيس النهاردة، قال نحتاج لمزيد من التطوير التكنولوجي، نحتاج لمزيد من التأهيل، خاصة ان الدولة المصرية في ضوء الاتفاقات التعاون حتى مع الشركاء الاقليميين زي ليبيا الاسبوع اللي فات، فاحنا بنتكلم على ان احتمالية ان العمالة المصرية هتبقى لها اسواق خارجية اخرى او اسواق اقليمية جديدة، وبالتالي احنا محتاجين نقدر ننافس على المستوى الاقليمي، احنا مش بننافس نفسنا بس على المستوى الداخلي. طيب دكتور، على ذكر المنافسة وعلى الصعيد الدولي والمقارنات في الكفاءة، عندما نتحدث عن الكفاءة الخاصة باليد العاملة المصرية، نتحدث هنا بطبيعة الحال عن ربما المبادرات أو المراكز التدريبية، الدورات التدريبية التي كانت تقوم بها الدولة في الفترة الأخيرة، كيف أثرت على كفاءة اليد العاملة المصرية؟ النقطة المهمة ودي اللي بيأكد عليها السيد الرئيس التأهيل التكنولوجي، ويمكن ده اللي بينعكس في توجيهات رئاسية وتوجيهات الحكومة بشأن إقرار قانون للتعليم الفني الموحد. إن إحنا دلوقتي إحنا عندنا أيد عاملة كثيفة الحمد لله، عندنا قدرات بشرية حقيقية وكامنة عالية، بس ينقصها مزيد من التدريب، مزيد من التأهيل التكنولوجي. وده يمكن حتى لو حضرتك لاحظت الجهات المانحة المصرية، حتى الجهات مثلا زي المؤسسات الخيرية الوطنية زي مصر الخير وغيرها، بقت تركز على، وحتى المسؤولية الاجتماعية لبعض الشركات الكبرى في مصر بقت تركز على
منح منح دراسية للطلبة التعليم الفني في إيطاليا وفي غيرها، ودي مبادرة حميدة جدا إن احنا بنوجه الناس دلوقتي، بنقول احنا مش بنستثمر بس في المؤهلات العليا إن هو ده اللي يطلع منحة، لا ده احنا كمان عايزين نخلي كل أو العمالة الماهرة والتعليم الفني الماهر هو ده اللي هنركز عليه الفترة الجاية، ده اللي هنستثمر فيه. طيب دكتور، عندما تحدثت عن الاستثمار وأنت مدير مركز دراسات استراتيجية واقتصادية، إلى أي مدى كفاءة اليد العاملة المصرية والتي برزت بشكل كبير في وتيرة المشاريع القومية التي تحدثنا عنها السريعة، إلى أي مدى يمكن أن تشكل عامل جذب، عامل طمأنة للمستثمرين الأجانب؟ النقطة المهمة بالنسبة لنا في هذا الصدد أن مصر بتعتمد على المشاريع كثيفة العمالة، وبتعتمد على المشاريع الاقتصادية كثيفة الطاقة وكثيفة العمالة زي مشاريع الصلب وغيرها، وهذه المشاريع بطبيعة الحال هي التي تقود أي اقتصاد معاصر. فإحنا لما نبص للاقتصادات المعاصرة اللي هياكلها هنلاقي في القطاع الخدمي، هنلاقي الصناعات التكنولوجية، صناعات التكنولوجية مهمة بالتأكيد، ولكن حتى صناعات التكنولوجيا بقت جزء من الصناعات الكثيفه والصناعات الثقيله، وبالتالي احنا نتميز بوفره الايد العامله، وبنتميز بالجهود الحثيثه في تاهيل هذه الكثافات البشريه من الايد العامله، ولكن بالتاكيد احنا هنا عيد العمال النهارده او عيد العمال كل سنه مش مناسبه احتفاليه بقدر ما هي مناسبه للتذكره ان احنا لدينا مزيد من الجهد في تطوير الايد العامله، علينا مزيد من العبء في تطوير الايد العامله خاصه التاهيل التكنولوجي لها. واعتقد ان احنا ان شاء الله في خلال السنوات القادمه احنا انتهينا من المشاريع كثيفه العماله او بدانا قطعنا شوط كبير فيها، والمشاريع العملاقه القوميه اعتقد ان احنا التوجه الراهن للدوله ان احنا نبدا نركز على التاهيل التكنولوجي وتوطين الصناعات التكنولوجيه، توطين الصناعات المعقده. أعتقد ده المهم في خلال الفترة القادمة، وهذا بالفعل ما يعني ترمي إليه الدولة في الخطة القادمة في السنوات القادمة بشكل مكثف. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سيد علي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.